أري شاوتي دوكنا نكرف، ولقد عدنا لكم من جديد وبكلمات جديدة قد تفيد في الحياة اليومية لدى البجة، وأرجو أن تكون مفيدة لكم بإذن الله. آب يدنوك بمعنى ما اسمك، ناك هولة تبارية بمعنى كم سنة لديك، فقرتك بمعنى رجل مجتهد، تتكت فقرت بمعنى مجتهد، أفريتك بمعنى رجل سيء، أفريتكت بمعنى امرأة سيئة، فايستا بمعنى أنجزت، فايستا بمعنى أنجزت، أكراب بمعنى قوي، أيايو بمعنى ضعيف، سرارابو بمعنى طويل، نكشو بمعنى قصير، بقلو بمعنى سمين، إيرابو بمعنى أبيض، هدلو بمعنى أسود، أدروبو بمعنى أحمر، ريبن بمعنى ظلام، كيرومت بمعنى فجر، أومها معناه الشروق، تؤاوي معناه الضحى، نبؤب بمعنى الظهيرة، يهمنا بمعنى العصرية، أمس بمعنى المساء، هواد بمعنى الليل، أودن بمعنى الصمت، متر هو الصدى. هذه الكلمات وبعض الكلمات منها للمؤنث والواضح لكم بالمذكر، وأرجو أن تكون مفيدة لكم، وأتمنى أن تضغطوا على زر الاشتراك والمتابعة وتتم متابعة الصفحة لكي يصلكم كل جديد بإذن الله، وأدعو الله أن نكون عند حسن ظن الجميع بنا.